بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الحديث عن شابتر 3 من مادة Intermediate Accounting، واليوم إن شاء الله بدي أركز على Financial Statements and Ownership Structure، القوائم المالية وهيكل الملكية. طبعا في البداية إحنا بدنا نوضح القوائم المالية، وبالتحديد اللي هي Statement of Financial Position، هي تعرض معطيات عن الشير كابيتال والريتيرند ايرنينجز طبعا في جانب حقوق الملكية، مثل ما احنا شايفين في illustration 3.4. هاي statement of financial position هي يتم فيها عرض معلومات عن الشير كابيتال والريتيرند ايرنينجز، طبعا هذا في الكوربوريشنز. الانكم ستيتمنت طبعا هي بتعطي معلومات عن الريفينيوز اند اكسبنسز. هاي هنا مثل ما احنا شايفين انكم ستيتمنت، البند الاساسي او البند الاساسي ريفينيوز اند اكسبنسز طبعا، والنتيجه تبعته اللي هو نت انكم اور نت لوس. Returned Earnings Statement قائمة الأرباح المحجوزة هي يعني تعطينا معلومات، ومن ضمن المعلومات اللي بتعطينا هي اللي هو الديفيدنس التوزيعات. إذا شفنا هنا هي Returned Earnings، هي رصيد بداية المدة، بنضيف عليها النت انكم أو بنطرح النت لوس يعني، وبنطرح الديفيدنس حتى نصل إلى الإندينج بالانس إلها. طبعا في نهاية المطاف هذه الحسابات اللي هو الانكم ستيتمنت والريتيرند ايرنينجز ستيتمنت، النتيجة النهائية لهم راح يعني أثرها النهائي راح يكون إيش على الإيكويتي، مثل ما إحنا هنا ملاحظين في هذا الرسم. الإنكم ستيتمنت بعد ما نحط فيها الريفينيوز والإكسبنسز نطرحهم من بعض بيطلع عندي نت إنكم أو نت لوس، هذا بنحطه في ريتيرن إيرنينجز أند ستيتمنت يعني بنحط رصيد بداية المدة، بنضيف عليه النت إنكم، نطرح الديفيدنس بيطلع عندي الإندينج ريتيرن إيرنينجز. الآن هذا الرصيد بنحط في الآخر إيش في بند الإيكويتي تحت الشير كابيتال اللي هي رأس مال الأسهم. وطبعا هنا ممكن يعني يزيد الإكويتي بهذا الأثر أو ينقص حسب يعني شو بصير على الريتيرند إيرنينجز. نيجي للبعد الثاني هنا اللي هو هيكل الملكية. هيكل الملكية للشركة في الحقيقة هو يحدد نوع الأكاونتس اللي هي راح تكون موجودة في الإكويتي سكشن في حقوق الملكية. فمثل ما احنا ملاحظين هنا ممكن احنا يعني تكون الاونر شيب ستراكشر على هذه الاشكال، ممكن تكون كوربوريشن يعني شركه مساهمه، وهنا الملكيه تكون على شكل شيرز اسهم، وبالتالي حسابات الملكيه يعني تظهر في الفاينانشال ستيتمنتس بهذا الشكل، وبالتحديد في بند الايكويتي في البالانس شيت. في عندي شير كابيتال راس مال الاسهم، في عندنا شير بريميوم علاوة إصدار الأسهم، في عندنا ديفيدنس تظهر بهذا الاسم يعني توزيعات، في عندنا ريتيرند ايرنينجز أرباح محجوزة. الآن إذا كان في عندي شكل آخر مش كوربوريشن، مثلا في عندي بروبرايتر شيب، في عندي بارتنر شيب اللي هي هذه شركات شخصية وليس شركات أموال مثل الكوربوريشن، في عندي اللي بيظهر في جانب الإكويتي بنسميه أونرز كابيتال اللي هو رأس مال المالك أو الملاك، وفي عندنا أونرز دروينج اللي هي مسحوبات الملاك. طبعا بالنسبة للأونرز كابيتال اللي هو رأس مال الملاك، هو عمليا يتتبع استثمارات الملاك في الشركة. أما بالنسبة للأونرز دروينج اللي هو مسحوبات الملاك، فهو يتتبع withdrawals by the owners يعني المسحوبات اللي تمت عن طريق الملاك. طيب في عندي هنا illustration 3.5 بلخص العلاقة بين العمليات اللي ممكن تأثر على حقوق الملكية، وبقسمها هنا ل nominal أو temporary accounts أو real أو permanent accounts، ويتم تصنيفها حسب ال business ownership حسب هيكل الملكية. طبعا هاي الشكل هنا في عندي owner structure اللي هو هيكل الملكية، في عندي نوعين، في عندي corporations اللي هي الشركات المساهمة، وفي عندي شركات الأشخاص. طبعا هنا هاي المسميات اللي عندي هنا، وهنا في عندي الترانزاكشنز اللي ممكن تأثر على الإكويتي، وهنا الإمباكت أون الإكويتي. فعندي هنا في عندي انفستمنت باي أونرز اللي هي استثمارات، طبعا هذه راح تعمل إنكريز في الإكويتي راح تزيدها. وبالنسبة للشركات الأشخاص الحساب اللي راح يتأثر هو بيرمننت أور ريال أكاونت اللي هو الكابيتال. اما في الكوربوريشن الحساب اللي راح يتاثر هنا بنسميه احنا شير كابيتال اند ريليتد اكاونتس والحسابات الاخرى ذات العلاقه. في عندي اللي هو ريفينيوز، احنا لما نعترف بايراد
طبعا هنا اثروا على الايكويتي انه الايكويتي راح تزيد، في عندي انكريز ان ايكويتي. وطبعا في شركات الاشخاص وشركات الكوربوريشنز نفس الاشي، هنا بنسميه ريفينيو هنا بنسميه ريفينيو. ولكن هذا الحساب في النهاية هو راح يعني يقفل في الكابيتال، وهنا في الكوربوريشن راح يقفل في الريتيرن ايرنينجز. الاكسبنسز لما تقع ويتم الاعتراف فيها هي عمليا بتعمل ريدكشن في الاكويتي، بتعمل تخفيض او ديكريز، وهي في الجهتين في الكوربوريشن وفي الشركات الاشخاص تسمى اكسبنس، ولكن اثرها النهائي في الشركات الاشخاص راح يكون على الكابيتال. ولانه في القوائم الماليه في الشركات الشخصيه احنا بنسميه اونرز كابيتال او كابيتال بشكل عام، هنا اثر النهائي للاكسبنسز راح يكون على الريتيرند ايرنينجز الارباح المحجوزه. اخر شيء withdrawal باي اونرز المسحوبات، هي نفس الشيء نفس المصاريف، تعمل ريدكشن في الاكويتي، واحنا بنسميها في شركات الاشخاص drawing او اونرز drawing مسحوبات المالك، ولكن في الكوربوريشن احنا بنسميها ديفيدنس توزيعات، وهي في الاخر راح تاثر على الريتيرند ايرنينجز، وهنا الدروينجز راح تاثر على الكابيتال. طبعا هم نفس الاثر ولكن المسميات بتختلف. طبعا الاختلاف في العرض في البرزنتيشن في هذه الفاينانشال ستيتمنتس هو بسبب الاختلاف في الاونر شيب ستراكشر، الكوربوريشنز بتختلف عن الشركات الاشخاص بارتن شيب والبروبرايتر شيب. طيب هذا هو كان موضوع اللي هو الاونر شيب ستراكشر وتأثيره على الفاينانشال ستيتمنتس. أرجو يكون الموضوع والفيديو مفهوم للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.